قيضية. تفضل أمام من دون حضور جمهور، مع ذلك فاز بفضل هدف يتيم سجله زياني. سنشاهده سويا. لا هنا الكرة اصطدمت ب فريق متميز أيضا ترجع بسبب قدر عمرانية. طبعا هما نشاهدوا نتكلموا يعني ها هاو الهدف بعد التمرير سجلوا لنا بضيعوه ما عندك فرص ثانيه. اصطدمت الكره في القائم ربما هي اللي كانت المنعرج. لما تضيع تكون تلعب خارج الديار تضيع يعني فرص سامحه نظن تقبل الاهداف. نظن هجمه كانت من الكره مشات من الحارس يعني اللاعب زياني سجل الهدف. نظن فوز ثمين رغم انه كانت المباراه ماشي سهله. وفيما يلي سنستمع الى التصريحات التي رصدها الزميل اسماعيل بلقيديه بعد هذه الفرصه الاخيره في المباراه. نظن باللي المقابلة على كل حال في الغالب كانت متوازنة بين الفريقين، ولو أنه إحنا من ناحية الاستحواذ على الكرة كنا أحسن من المنافس، ونظن باللي كنا قادرين نقدموا يعني كرة أحسن من هذه لولا يعني أرضية الميدان اللي كانت ثقيلة وما ساعدتناش باش نطوروا الكرة تاعنا داخل المقابلة. المنافس يعني استغل فرصة واحدة قدر باش يسجلها ومبروك عليه، وإن شاء الله نتمنوا له إن شاء الله يعود يعني من جديد ويوصل للأهداف تاعه اللي سطرها في بداية الموسم. لاعبين قلت لك راهم مروا بأزمة النتائج، والأزمة هذه خلات من ربما يعني يفقدوا الثقة تاعهم في اللاعب تاعهم، ما يلعبوش بكل امكانيات خوف من النتيجه. الحمد لله انا نظن جبنا نقطه ايجابيه ضد اتحاد الحراش اللي خلتنا يعني حضرنا المباراه تاعنا باكثر هدوء. اليوم انا نظن جبنا ثلاث نقاط لا تخليهم ان ياخذوا ثقه اكثر في انفسهم، لان قلت لك الفريق عنده امكانيات، ولكن كانت عندنا بعض المشاكل يعني في البدايه اللي خلتنا ربما يعني نعيشوا اوقات صعبه. واليوم الحمد لله انا نظن النتيجه هذه راح تزيد تخلينا نراجع اوراقنا ونحاولوا كاش نصلحوا يعني الامور تاعنا يعني باش نكونوا احسن في المباراه اللي مازالوا ان شاء الله بالتوفيق.